واحد خينا مشى يجيب ولده من الحضانه، وهي تخرج عنده المربيه وتقول له انا واحد فيهم، هو يقول لها اعري شي واحد وصافي، حنا غدا الصباح غنرجعوا لك. واي قال لك اسيدي اللي حصلوا مساحه مع شي وحده غيحكموا عليه يبقى يصرف عليها حتى تزوج وكبسوا. هاي هادي واحد المراه كبيره مشات كتقرا في محاربه الاميه، وملي الاستاذه كتجبد ليهم الدرس ديال دخل احمد كدير الزيف، وملي كتقول ليهم خرج احمد كتحيد الزيف. مشات للدار ويسول ولدها قال ليها الوالده شنو قريتو اليوم، وهي تقول لي اسكت وليدي على واحد احمد خلانا نقراو. هاي هادي واحد الدريه عيطات لامها، وهي تقول لها ماما المهدي راه الوحده ديال الليل ومازال ما دخلش للدار. قالت لها ما تشطنيش يا بنيتي ما تشطنيش، راه يقدر يكون دار عشي كسيده. هاي تحيه لاي بنت كتمشي في الشارع مخنزره باش ما يدوي معاها حتى شي واحد، ورغم ذلك كتلقى شي مسخوت تابعها ويقول لها ومال الزين معصب مالو. واي حاجيتك ما جيتك على اللي كتقول ليها فيقيني في الثمانية وكتفيقك في السبعة وتقول لك فيق راه تسعود هادي. واي ودوك عاد تصور معايا، تصور تخاير معايا، تخاير معايا تكون بيتي معاك صاحبتك في الدار تفيق الصباح تلقاها ماتتش. هاي هذا واحد دري مشي عند بواه قال لي الوالد راني باغي نتزوج، هو يشوف في بواه وبقى ساكت وشويه هو يقول لي شوف وليدي انت وليدي كيبان لي راه معاودين لك على الليل كاع ما معاودين لك على النهار. هو يقول لي واخا قول لي شكون الدري قال لي غتزوج بيه بالسلامه، قال لي انا باغي نتزوج بمريم اللي عنفاش معانا. قال لي لا وليدي لا لا هذيك هي اللي ما غاديش تزوج بها. قال لي علاش؟ قال لي هذيك راه كتنعرف امها وفايت ليا غلطت معاها وغالبا غدا تكون اختك. قال لي سافر وليد دروك حتى انا غادي ناخذ كنز اللي تحت منا. قال لي لا وليدي لا حتى هي كتنعرف ما وفايت ليا غلطت معاها وغالبا غدا تكون اختك. الدري طلع عليه الدم ويمشي عند امك هو يقولها لا. قال لها الوالده انا دروك باغي ناخذ هادي. قال لي لا راني كتنعرف ما وفايت ليا غلطت معاها وتقدر تكون اختك. وهي تقول لي امو قلت لي انت دروك وليدي علاش مقلق؟ علاش سير وليدي خود اللي بغيتي هو راه اصلا ماشي بواك. هاي هذا واحد سكيري ديما كيعتقلو وكيديو للمحكمه. واحد النهار ويدور فيه القاضي قال لي دخلت عليك بالله واش تا كل ساعه غادي تفقج عندنا حنا هنا. هو يقول لي سكيري قال لي مالك انت ديما هنا عمرنا قلنا لك شي حاجه. هاي كاينين جوج ديال الحوايج عمرك تشوفهم في المغرب، عندك الجن ومغرب يسلف تي رزقك. هاي الاخوان غنعاود لكم بحال الخرافه. هاي تلاقيت انايا بواحد الدريه في داكشي ديال المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، كانت كتشاتي معايا ونتشاتي معاها وشويه كتلوح ليا تصاورها وغراتني بالزين ديالها بالجمال ديالها. واش غنقول لكم بيني وبينكم واش منك يا فورما واش منك يا شعر مسبسب عينين زرقين. ويلي ويلي داكشي من داكشي الرفيع طحت فيها طيحت العمى في الدلمة. واش غنعاود لكم اخوتي هيا هذيك دوزت مع واحد العامه وندوينا وياه. صافي واحد النهار قررنا نتلاقاو. هاي درت انا وياه في واحد الكافي مشيت انا سبقتها حيت انا ما نبغيش العيالات يسبقوني. جلست هي هذيك خديت واحد القهوه كحله اش غنقول لكم الاخوان وفرحان وكنتسنى فاجي شويه ويت مجي واحد خاين عندي قال لي السلام بخير كيدير قلت له فين تعرفني اخوي قال لي ويلي الله يهديك راني من المتابعين ديالك وكنتفرج فيك في هادشي ديال تيك توك وفي الانستغرام فيسبوك يوتيوب. قلت لي مرحبا خدم معايا واحد التصويره شويه هو يجلس. قلت له الشريف راني داير مع واحد السيده دور دوره ومن بعد نتلاقاو ونديرو قهوه ما كاين حتى شي مشكل. قال لي واش انت ما عرفتينيش؟ قلت له لا.
وقال لي راه انا هي داك السيده اللي كنت كندوي معاك في فيسبوك، راني داير معاك اليوم. عامين ديال الهدره، عامين. اي شحال هذا، واحد يهودي كان عنده واحد المحال قبل ما يحلو، كان يمشي يجبد واحد القلوش ديال العسل يضرب واحد المعلقه ويمشي يطلع على الصندوق ديال الالماس وديال الذهب، عاد كيمشي يفتح المحال ديالو ويدير كرسي ويجلس ويجي عنده المغربي ديالنا ويقول لي صباح الخير يا عبد السلام، اتماك مقلق، ويقول لي لهلا يدوقك هذاك الشيء اللي داقت، ولهلا يوريك هذاك الشيء اللي شفت. والمغربي عندنا على نيته كيقول ليه امين، والمغاربه من ثم هما حاسقين. تخيلي معايا دروك انا راجلك رجعت من الخدمه وهز واحد الساك فيه 10 ديال المليون حطيته ودخلت ندوش، شحال غتهزي منه؟ اي الا بغيتي دير لاباس في هاد البلاد عليك بالمعجون والتوكال. اي واحد خيتي مشات على الطبيب وهي تقول لي فاش كنعس بالليل وكنفيق الصباح كنلقى وجهي فازق بالماء، قال ليها جربي ما تنعسيش باش تعرفي شنو هو السبب. في الاخر لقات راجلها كايشة تيك توك وفين ما كطلع لي شي وحده بوكوسه كيتفل عليها. اي هادي واحد المراه فين ما تولد شي ولد كيموت ليها، واحد النار مشات عند واحد الطبيب لقاتو بوق، عاودت لي المشكله ويسولها، قال ليها جدهم باقي حي؟ قالت لي لا راه ميت، وقال لها سافر ما عندكش مشكل، هادشي راه اصلا عندكم وراثي. اي الدريات في السويد عينيهم زرقين وفمهم حمر، وحنا عندنا الدريات في المغرب فمهم زرق وعينيهم حمرين، اودي راه نفس اللوان، هانتوما عزيز عليكم الكفار. اي هذا واحد الراجل كبير في السن شاف في مراته هو يقول لها اجيا علاش ما نرشعوش ايامات زمان كيف ما كنا، قالت لي والله العظيم الا فكره زوينه هذه الجلالي، قال ليها شوفي انا غادي نمشي للجردن نتسناك وتيا واحد الساعه جي عندي، قالت لي صافي. هي هذيك السيد مشى للجردة تسنى الساعه الاولى كاع ما جاتش، الساعه الثانيه كاع ما جاتش، الساعه الثالثه كاع ما جاتش، عيا ما يصوني ليها والو ما بغاش تجاوب، شويه وقع قبل الدار ويلقاها متكيه فوق الناموسيه وسيره كتفرج في التلفازه ويقول لها اجيا انت علاش ما جيتيش عندي، قالت لي ما خلاتنيش ماما.